زي ما تابعنا مع حضراتكم النهارده ذكرى ملحمه البرث، الذكرى الغاليه اللي جسدها مسلسل الاختيار وتناول فيها سيره بطلنا الغالي الشهيد احمد منسي، والحقيقه عززت من الانتماء الوطني عند الاجيال الناشئه. ده اللي هيكون محور كلامنا دلوقتي، ازاي صناعه الفن سواء كان دراما او سينما تقدر انها تعزز من الوعي في المجتمع. تفاصيل اكتر معانا على التليفون دلوقتي مع الاستاذ خالد محمود الناقد الفني. صباح الخير لحضرتك يا فندم. صباح الخير استاذ مانا محمد. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. يمكن واحنا بنتكلم على ذكرى معركه البرث في 7/7/2017 معظمنا كان شاهد على هذه المعركة، لكن كان مهم جدا أنه أيضا الدراما تتناولها عشان الأجيال الجديدة اللي ما كانتش متفهمة أو فاهمة أو شايفة أبعاد ما كان يحدث في مصر في هذا التوقيت تفهم أكتر. إزاي شايف تجسيد بطولة أحمد منسي الشهيد البطل أحمد منسي طبعا في الدراما المصرية، وانعكاسها كمان في تعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن، كمان مستعينين بمشاهد حقيقية وكأنه أرشيف وأرشفة لما حدث؟ في الحقيقه مسلسل الاختيار بيمثل علامه فارقه فيما قبل الدراما وما بعد، فيما قبل المسلسل وما بعده، في مساله الدراما الوعي الوطني. كمان قيمه هذا العمل انه مش بس بيقدم الملحمه وبيقدم سيره بطل زي الشهيد البطل احمد منسي، لكن كمان اتعامل بانسانيه وقدم الانسان، قدم البطل، قدم وثق ليه المعركة الحقيقية مش بس بأداء مشاهد تمثيلية ولكن من قلب البطولة نفسها. في الحقيقة ده فتح السكة أمام سؤال مهم، هو بطولاتنا الكبيرة يجب أن تقدم في أعمال درامية كثيرة وأعمال سينمائية، وأعتقد أنه الفن هو المؤرخ الأكبر للأجيال الجديدة حالياً. احنا بنشوف بطولات امريكية ربما صغيرة بيحصل حواليها هالة وضجة كبيرة بفضل السينما وفضل الدراما، وده احنا مثلا بنشوف فيلم زي 1919، العملية دونكيرك، افلام كثيرة. احنا عندنا هنا بطولة حقيقية التاريخ لن ينساها ابدا، ولذلك ساهم مسلسل الاختيار في انه فتح المجال وفتح السكه، واعتقد ان كل المشاركين في هذا المسلسل ادوا رساله عظيمه جدا ان هم وصلوا لنا قيمه البطل، وصلوا لنا تضحيات كبيره حصلت على ارض الواقع، عمليه محتاجه افلام متعدده. وانا بدعو من خلال حضراتكم انه يتعمل فيلم او اثنين بتقنيه عاليه جدا في ظل العصر الحديث عن هذه العملية. أعتقد أنها لو اتجسدت في فيلم سينمائي بمواصفات عالمية يعني هتكون ذكرى خالدة حتى تستعرض في وقتها من كل عام، لأن البطولات اللي اتقدمت في هذه في برث أعتقد أنها لابد أن تعيش مع أجيال وأجيال، والسينما أو الدراما هي العامل المساعد لده. طيب أستاذ خالد، تجسيد هذه الملحمة وهذه المعركة هو مهم جدا زي ما حضرتك ذكرت، لكن عايزين نفهم ونعرف من حضرتك أكتر ده تأثيره إيه سواء على أبناء القوات المسلحة وأيضا بالنسبة للمواطنين عشان يكونوا فاهمين طبيعة اللي حصل. أنا عايز أقول لك إنه يعني هذا المسلسل ترك تأثير كبير جدا، وكان في توفيق كبير من صناعه في توصيل هذه الحاله وتوثيقها، وانه رفع من درجه الوعي بشكل غير مباشر عند المشاهدين وعند الجمهور وعند الشعب المصري والعربي كله. اعتقد انه مشاهد اللي اختلطت بها الدموع على الشهداء، المشاهد اللي اختلطت بها الاراده الكبيره لابطال هذه الموقعه، ولحد اخر لحظه انا متمسك بالارض ومتمسك بالكيان ومتمسك بالبلد ضد العمليات الارهابيه وضد اي شيء اخر. واعتقد انه الناس، الجمهور العادي حتى الجمهور الصغير في السن اللي هو من 12 لحد 19 او 20 وصل له مساله قد ايه تقدر تدافع عن بلدك، قد ايه تقدر تتمسك بوطنك، قد ايه انت بتكافح ضد عدو ظاهر او خفي،
لكن المسألة وصلت الصورة في أن في أبطال بيدافعوا عن هذا الوطن في أماكن متفرقة وعلى حدوده، ولازم تبقى هذه البطولة مشتركة. أنا لازم يبقى أعي تماما قيمة هذا الدور الكبير اللي بتقوم به القوات المسلحة في 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 تأمين هذا الوطن، وأنا كمان لازم أبقى بطل جوه مجتمعي وجوه مجالي وأدافع عن كل قيمة في الطرف الآخر من الجبهة. أعتقد المشاعر الإنسانية هو ليه الناس دايما بترتبط بالبطولات على الجبهة والبطولات العسكرية، لأنه فيها عاوز أقول لك إيه، بتنمي مسألة الولاء لهذا الوطن. طبعا يعني هي أستاذ خالد، وإحنا بصدد الحديث عن القوى الناعمة والدراما والسينما، وجب الشكر أيضا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحقيقة اللي يعني بتسير في هذا الاتجاه العام، فكرة تعزيز الولاء وتعزيز الانتماء، وأيضا حرصها على أنها يعني تكون قائمة على صناعة أعمال درامية وأعمال فنية تقدر أنها تعرف الشباب الجديد الحقيقة، وإحنا كمان لازم نكون بنحكي حكايتنا. نشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ خالد محمود الناقد الفني.